ولما أنشد بعضهم سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. سمع الهاتف من بقول محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، الحسن الخالص في برايا محمد، هو الزين الخالص صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله.